مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه لشوطنا هنا السادس في مجموعة الأشواط. شكرا للزملاء على التواصل. وشوطنا السادس الخاص هنا أيضا بالقعدان، إذن الحجايج هنا ضمن الأشواط المفتوحة في هذا الصباح المميز الجميل بهذه الانطلاقات الجميلة والإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام، الثلاثة كيلومترات هي حاضرة بين هذه النوعيات المتميزة الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان. نسير هنا إلى الصدارة، نسير مع مشهور لعبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والانطلاقة هنا من قبل جاهين مبارك بن ناجي بن ناصر آل بخيتة المري من ينطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث يأتي النايف اليوسف بن مسلم بن سالم لجهني المنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هناك أيضا تحديات جميلة، هناك في الانطلاق المميز صراع لسيد خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي والوصول من قبل هناك القادم سمران لعتيق بن مطر القبيسي المنطلق بالتحديات. وصل هنا غلا لسيد جابر بن صالح بن محمد بن نصرة العامري المنطلق بالتحديات بالإثارة، ووصول من قبل شرط لسيد سعيد بن حربي بالطشة العامري من هذه الانطلاقات الجميلة. المركز الثامن وصول هنا من قبله في لحظات قريمة ناصر بن عبد الله بن شمس المحاربي المنطلق بالتحديات المتميزة. ومن الجانب الآخر على المركز التاسع هناك مهم لمحمد بن أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي. وفي المركز العاشر الوصول من مرضي لمحمد بن السهيل بن عويضان العامري. هذه هي النتيجة والصدارة، الصدارة سوع المنطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. خريمة لناصر بن عبد الله بن شامس المحاربي في المركز الثاني وفي المركز الثالث. المركز الثالث والقادم بالتحديات هو الإثارة. هناك أيضا شعار بالطشة مع شرط سعيد بن حبيب بالطشة العامري من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مهم لمحمد بن أحمد بن بخيت بن كراز السبوسي. وهنا أبو أحمد محمد مع مرضي محمد بن السيل بعوضان العامري. ومن الجانب الآخر أرى تحديات قوية أيضا شاهين مبارك بن سلطان بن مبارك المنصوري القادم بالتحديات. وهنا وصل بهذه اللحظات هنا جلمود ياسر بن حمود بن ياسر الجحافي من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، سيطر على زمام الأمور. هو على الصدارة جلمود ياسر بن حمود بن ياسر الجحافي انطلق على الصدارة على المقدمة. ما شاء الله، سلام للسلطنة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. ينطلق بالتحديات، ينطلق بالإثارة، سلام لمضيبي، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لياسر بن حمود بن ياسر الجحافي على هذا الفوز المميز الجميل هنا لجلمود، ولحظة اقترابه من خط النهاية معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام على المركز الثاني هنا مرضي محمد السير بن عويضان العامري. وهناك الوصول من قبل المختبر لحمد بن الشرقي بن حرسوسي لوهيبي، واتانا صوع لخميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي. وعلى المركز الخامس مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقه الجميله نعود الى التوقيت الزمني.
هنا ولحظة الوصول مشاهدينا الكرام إلى خط النهاية. هو هنا جلمود من انطلق بهذا الأداء المميز الجميل، انطلق بالفوز وبالتحدي. تهانينا لياسر بن حمود بن ياسر الجحافي على هذا الفوز المميز وهذه الانفرادة المتميزة بدون أي منافس. 4:32 ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت زمني. تهانينا وناموس والسلام لأهالي المضيبي على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثاني كانت الانطلاقات من مرضي، من أتانا على المركز الثاني للسيد محمد بن السيل بن عويضان العامري ب4:39 جزئين من الثانية توقيته الزمني. وثالثي مراكز ما كانت التحديات الجميلة من المختبر لحمد بن الشرقي الحرسوسي الوهيبي ب4:40 أربعة من الأجزاء من الثانية. ورابع المراكز كان صراع للسيد خميس بن سعيد بن حبيب الهاشمي. وفي المركز الخامس كانت التحديات الجميلة هنا أيضا والوصول المميز على صاحب المركز الخامس. المركز الرابع 4:40 خمسة من الأجزاء من الثانية. وهناك كان مشهور لعب في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة من قبل مهم محمد هنا من وصل مشاهدينا الكرام الخروف المسلم بن سالم بن محمد بن خلفان المنصوري على المركز الخامس. تهانينا له والناموس.